في المقادير عباره عن ايه؟ ركزي في المقادير عشان احنا عاملين اضافات كده حلوه قوي للعجينه بتاعت النهارده. وبشكر الشيف محمود والله على اللي موجود معانا بصراحه عشان الاضافات اللي ضافها لنا ديت. هو كان شغال في محل كريبات قبل كده فقال لي يا شيف ممكن نضيف حاجات تخليها اللون بتاعها حلو وتبقى مقرمشه في نفس الوقت. فضفنا زبادي وضايفين نشا للمقادير. هننزل المقادير واكتبوها وهتعجبكم جدا. 2 كوبايه من الدقيق، عندي 2 كوبايه وربع من الحليب، عندي معلقه كبيره من الحليب البودر، معلقه كبيره من النشا، وكوب زبادي. ده نص كوبايه زبادي، اسف مش كوب زبادي، نص كوب زبادي، نص كوبايه من الزبادي. كوب زبادي كبير قوي، هو قصده على الكوب اللي هو الصغير، العلبه الصغيره يعني. عندي 2 عدد بيض، معلقه صغيره كبيره من السكر، ورشه ملح. تمام، يبقى كوبايه الزبادي ديت اللي هي علبه الزبادي الصغيره اللي هي ال 100 جرام يعني. طيب بسم الله، اخد اول حاجه كده الاثنين عدد بيض ونحطهم فين؟ كله هيبقى في الخلاط. دي واحد، انا هدي المكنه دلوقتي بس عشان ايه هنشتغل عليها دلوقتي بس مش دلوقتي. احط عندي معلقه كبيره من السكر قدام حضراتكم اهيت، واحده واحده خالص معايا. اللبن البودر ده بيديها دسامه وطعم حلو. عندي النشا، ادي علبة الزبادي اللي احنا بنتكلم عليها، مش كوب زبادي كبير، لا علبة زبادي صغيرة. بعد كده بقوم حاطط عندي الدقيق 2 كوباية. بعد كده بقوم حاطط عندي اللبن. حلو الكلام قوي. اقوم قافل واشغل. احتاجت حاجة سايلة هنحط مية بقى خلاص، ما فيها لبن بودر. نوقف ونشوف هي محتاجة حاجة، يعني محتاجة حاجة سايلة ولا لأ. بصي ولا كلمة، هي المقادير بالظبط. بص ما شاء الله اهي اهي في الخلاط، حاجة محترمة جدا، سهلة جدا اهي، ما فيهاش أي حاجة خالص وبسيطة. نعمل ايه بقى؟ بقوم واخد دي كده تمام. ممكن في حاجات من الجناب كده، الجوانب، لا لا الجوانب بس انا عايز اجيبها اكتر، فممكن بس نجيب سباتولا قبل ما افضي. حرام يعني استفاد بكل حاجه فيها. ونشغل عليها. بسم الله. هجيب عندي مكعبين 2 من الزبده ونبدا نحطهم هنا في كازرول عشان هبدا ان انا اسيحهم واحطهم عندي على الكريب عندي. يبقى اخر حاجه خالص هم مكعبين الزبده. قبل ما اشيلها من الخلاط حط عندي مكعبين زبده، حطهم عندي في في الخلاط، وبعد كده ابدا ان انا اصفيهم. لازم العجينه دي تريح، يعني لازم ترتاح 10 دقائق او ربع ساعه في الثلاجه. تعال بقى نجرب واحده نشوف هنعملها ازاي من غير ما ادهن زيت ومن غير ما ادهن اي حاجه خلاص. موضوع سهل جدا. العصفوره دي تحاولي تحطيها في الميه على طول. بتتمسك ازاي؟ تعالوا نشرحها بشكل الاول. على فكره هي مش سهله في الاول، يعني هي في الاول هتلاقي الموضوع صعب، ايه ده؟ ده مش هتلاقيها بسهوله كده. لا هتلاقي مسكتها بس هي هتاخد ممارسه معاكي. دي تبقى مايله كده. بتحطيها كده في النص وتبداي تمشي كده. كده بصي اهي. فاهم ازاي؟ بتوزعي بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، دي بميل، ما بتبقاش واقفه كده، يعني ما بتعملهاش كده، لازم تميل كده وتشتغلي بيها كده.
تمام. طيب تعال نجرب واحده. بسم الله كده. اهي لحد ما تبدا اللي هي تنشف معاكي تتظبط معاكي، وبعد كده نبدا اللي احنا هنقلبها. خلاص اهي، ما اقول لك في ثانيه الواحده ما بتاخدش مثلا 30 ثانيه بتطلع معاكي. هنا هفتح الفتحه من هنا ديت للخلاط، وابدا ان انا احط الزبده والخلاط شغال، اللي هم المكعبين اتنين زبده سايحين. ناخد يا باشا الكلام الجميل ده هوت ونروح فين نصفي. الله الله الله. اظن مفيش اسهل من كده. طيب مفيش عندنا مكنه زي دي، هنجيب على طول ايه الطاسه ونشتغل بيها. نقلب بص طلع الحاجه كلها، كمان اللون بتاعها يبقى مظبوط، فدي حاجه كويسه جدا يعني. تفضلي تلفي فيها لحد ما ايه ما تنشف معاك، وتقومي شايله العصفوره بتاعتنا. العصفوره بتحط فين؟ هنا موجوده في الميه. هي اسمها العصفوره والله. مش بتنقل كلام يعني، يا بتنقل عجين. بتنقل. بس كده تمام. تعال في حاجات بقى نبدا نعمل حشوات ليها، ولكن ايه انا الموضوع حلو. الموضوع لو انت جبت المكنه بجد بالعصايه ديت هتبدا تستمتع بجد. هتلاقي الموضوع ماشي معاكي مزيكا. اه طبعا المكنه جميله اهي. عينيا الاثنين يا حبي. هنعمل واحده كمان كده عشان ان شاء الله قبل ما اطلع فصل نعمل واحده، وبعد كده نبدا نرجع نعمل الحشوات. اللي موجود عندك في الثلاجه ميزه الكريب، اللي موجود هيشتغل. تقومي حاطه الحاجه في النص. ماشي، نجيب العصايه الجميله ديت وزي ما اتفقنا بنميلها اهو، نميل كده ونشيل ايدينا ونحطها تاني عادي، مفيش اي مشكله خالص اهي، لحد ما تبدا اللي هي تنشف من فوق. بس كده بقت تمام التمام. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا في حاجات تانية هنعملها دلوقتي، اللي هي الكاتشب والمايونيز. الاتنين بيتحطوا على بعض. كده هوت اقلبهم. اي حشو موجود عندك بقى في التلاجة هيشتغل معاكي زي الفل ان شاء الله. تبدأ تعمل فقاقيع زي اللي قدام حضرتك ديت. حلو جدا، اللي هي حركة حلوة جدا عشان تسيب منك. بتسيب منك ازاي؟ يعني لما تيجي تقلبيها ساعات بتتقطع منك في الاول صح؟ فانت بتضغطي الهواء ده بتكبسيه لتحت كده بايديكي، فايه اللي بيحصل؟ بصي تبدأ تفتح معاكي الهواء اللي طالع ده من جوه، تبدأ تكبسيه كده بايدك فتبدأ ليها تتسلك. بصي لو تلاحظي بدأت ايه تتسلك لوحدها اهي، شايفه الجمال؟ تقومي ايه قلباها وتشتغل معاكي زي الفل. طيب بنعمل احنا الكميات الاول، يعني احنا لو في البيت او لو هتفتحي بقى مشروع على فكره عادي جدا تنفع معاكي يعني. البلاط اللي بيبقى موجود او البلاطه اللي بتبقى موجوده للكريب التاني مختلف عن ده شويه، ولكن لو هنفتح مشروع كده على قدنا صغير ممكن تجيبيها حلوه جدا. بتعملي الكميات الاول، وبعد كده عندك الايه السرعات هنا، تبداي ان انت تهديها شويه عشان نبدا نعمل الحشوات بتاعتها. بص الجمال. طبعا لو عايزينها بالشوكولاته برضو بتحطي معلقتين اتنين من الكاكاو في الخلاط. بناخد دي بقى عشان بتبقى طريه نقوم حاطينها هنا.
مايونيز، كاتشب، بلاش نكتر قوي يعني الحشوات يعني. بجيب عندي فراخ ستريبس زي ما حضراتكم كده شايفين، وابدأ ان انا اقطعها عندي شرايح رفيعه. اجيب عندي شويه جبن احطهم هنا، افردهم شويه جبنه شيدر. بعد كده عندنا الفراخ، ماشي. بعد كده بنقوم قاسمينها كده على اتنين ونضغط. ونسيبها لحد ما تبدا اللي هي تبصم من شمال ويمين من كل حته بقى، لحد ما تبدا اللي هي الجبنه تسيح معانا. اقلب او ممكن نعملها رول لو عايزه تعمليها رول. نحطها هنا. هجيب الفراخ اقطعها شرايح، شويه جبن الاول حطهم هنا، الفراخ عليهم شويه الجبنه. لو عايزك تحطي مثلا شويه فلفل الوان شغال، زيتون شرايح تحط عليهم تخلي طعمها حلو. وهنا المايونيز دوت اقوم جايبه من هنا كده عشان نقفل بيه كده. وبعد كده بتقوم مطبقه دي كده، وبعد كده مطبقين دي كده، تمام. بعد كده نقوم رايحين ديت اهي، عشان واحنا بناكل الحاجه ايه ما توقعش مننا ما تبوظش. بالظبط. نقوم رايحين واخدين الكلام ده يا باشا. تعال نجيب عندي الاطباق راك نقدم فيها الحاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه احمص بقى عليها الحاجه. تعالوا بقى نعمل ايه التانيين دول بسرعه كده سريعا. ادي الفراخ نقطعها كلها تبقى جاهزه معايا. ممكن نديها ايه بقى شويه فلفل الوان تخلي مثلا الوانها حلوه، وفي نفس الوقت تديني طعم جميل. هاخد احمر واخضر واصفر. ماشي كده. واقوم واخدهم واقوم حاطينهم فين هنا. ممكن نعمل حركه حلوه قوي ان انا احط كل حاجه مع بعضها. الفراخ اهي مع الجبن، الجبنه الشيدر وشويه الزيتون، ماشي. واقلب الخلطه ديت كلها مع بعضها تبقى جاهزه معايا، بدل ما احط شويه شويات تبقى جاهزه معايا على طول. ناخد كده الاول واحده كده اهي، بسم الله. مايونيز وكاتشب اتنين مع بعض، والطرف ده هوت نبدا ايه نحط له شويه كده صغيرين. هتلاقي بقى في الكتالوج بقى اللي في المكنه اللي انا شغال بيها ديت حاجات بقى تقدري تعملي عليها حاجات كتير جدا جدا يعني. هقول لك انا هنطلع الكتالوج بتاعها واقول لك ينفع تتعمل بقى ايه. بس ينفع؟ لا لا مش الكريبي بس، بس هي اساسها الكريبي. بالظبط. اضغط كده ونقوم واخدين الباشا ده نقوم حاطينه هنا كده. نعمل واحده كمان، هنعمل اربعه من الفراخ ديت ان شاء الله تجيب لي اربعه يعني. مايونيز وكاتشب. توصلنا المزيكا شويه يا جماعه والنبي، معلش. هذه الحاجه هي زي ما حضراتكم شايفين. ماشي. وبعد كده تقوم عاملها كده اهي ونضغط. بسم الله. ونقوم حاطين كده تحمص بقى يعني. انت بتحطها هنا نبدا نحمصها كده اهي. نقلب. بص التحميصه بتاعتها دي لسه محطوطه، فهنسيبها بقى لحد ما الجبن بتاعتها بدات اللي هي ايه تبرد معاكي وتظبط معاكي الدنيا عشان تطلع معاكي ان شاء الله حاجه مظبوطه. طيب تعالوا نشوف عندنا اللي بالبطاطس هنعمله ازاي.
نحطها هنا. بطاطس، عندي الجبن، وبعد كده عندنا شوية جبنة شيدر. المزيكا والنبي يا شباب كده اهيت، ونقوم ايه واخدينها لافين ونضغط الضغطة التمام لحد ما تبدأ اللي هي تتحمص معايا. يلا تعال نطلع دي. الله الله الله، ماشي. احنا هنسيبها تتحمص بالظبط دقيقة كده يا عم الجمل، نعمل واحد بطاطس كمان قبل ما اطلع فاصل. ثواني، نديها بطاطس نلف. مش هينفع فيلم الجوانب عشان البطاطس ما شاء الله كريسبي، فهتقطع لي الكريبايه بالظبط، فعشان كده ما رضيتش اعملها. الكريب بقى الكونو بتعمل بطريقه سهله جدا. انت بتجيبي الكريبايه كده تمام اهيت، تبقى طريه طبعا، تبقى من الرطوبه طبعا اهي، بنبدا اللي احنا نحطها كده اهوت، ايه نقفلها كده نص دايره، بص ازاي كده اهوت. بعد كده تقوم عاملاها كده، وبعد كده بنروح فين نحمصها فين عندي على المكنه نفسها، بديها تحميصه بسيطه جدا او بنشفها شويه. بعد ما بتنشف يا جمال بتبقى تمسكها كده اهيت بايديك، ونبدا نلفها كده اهي، نبدا نلفها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفين. بقت تكون اهيت زي الفل، بس صغرها شويه عشان ما تاخدش بس حشو كتير. شويه بطاطس عليها من فوق من جوه، بعد كده شويه جبن مع فلفل الوان، بعد كده بقوم جايب لها فراخ شاورما، ونبدا اللي حضراتكم اللي احنا ايه نحطها اهي. ماشي كده يا عمو جمل، اقوم واخد ايه بعد كده ايه شويه جبنه موتزاريلا او جبنه شيدر كده اهو، نقوم حاطينها بالشكل ده كده. ماشي، بعد كده بنقوم رايحين فين كده اهو، بسم الله، على لازم يتحمص الاول وعشان يتقفل معايا ويطلع معايا زي الفل اهي. دي التانية اهي اللي احنا عملناها برضو نفس الكلام. نبدا نعمل ايه بعد ما بتنشف معايا، نقوم واخدها كده اهوت، بس دي مقفلينها شويه. طبعا هو بيعملوها دي بتاعت ست البيت او بقول لك المشاريع الصغيره، هم بيعملوها على المكنه، الكون ده بيعملوها موجوده على المكنه. لكن انا بعملها بطريقه سهله جدا اهيت، اهم حاجه تبص البصامه ديت كويس جدا اهيت عشان تبقى عندك بالشكل اللي قرطاس بالشكل ده، فبسهل الموضوع يعني. بطاطس اهيت بنقوم حاطينها، شويه مايونيز صغيرين وكاتشب عليهم، اي حشو شغال. فراخ اهو، فراخ اهيت. طب ثانيه واحده، وبعد كده بقوم واخد عندي الجبن، اي نوع جبن عندك شغال حطوه كده عليه من هنا. وبعد كده نقوم رايحين فين، حاطينه بالشكل ده هيطلع معاكي زي الفل. بص يا باشا شغل عالي قوي، خلي بالك اهو، جبنه يا باشا جواه وحاجه زي الفل. حطه كده في الطبق ونقدمه وبالهنا والشفا. ده بالنسبه لايه، بص هتلاقيه بيسيب سايب لوحده خلاص، وتلاقي مسكت ومسكت خلاص كده، بتقوم شايلاه كده اهوت اهي. بقى كده الكريب الكونو بتاعنا اللي احنا عملناه سهل جدا،
وبسيط وقلنا طريقته ازاي. والله لو عايزه تحمصيه اكتر على المكنه اعملي كده. بص ده بقى جلب البطاطس، يعني ممكن تعمل كده يا استاذ جمل اهو، لو عايز تحمص من كل حته راحتك بقى اهي، وتفضل تلف وتلف وتلف لحد ما ياخد اللون ده، وده بالنسبه لي ده كده احلى بكتير ما يتاكل ابيض. الحلو بقى عشان ما يجزعش النفس بعمل في حاجه حلوه قوي، هو نفس العجينه نفس كل حاجه، مفيش اي حاجه غير بس البلانشه دي هقلبها كده عشان كنا شغالين عليها سخن الناحيه الثانيه، فهقلبها على كده الناحيه دي عشان هنبدا نشتغل عليها الحلو بتاعنا. هحشي الكريب جبنه من جوه، ازاي الكلام ده؟ كده اهو هجيب اتنين قد بعضهم يبقوا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، بجيب عندي جبنه كريمي ساده من غير اي اضافات تانيه ولا سكر بودر ولا اي حاجه، واخد حته جبنه كده ماشي، بس تعالوا نقلب ده بس كده ونشوفه يا عم جمل. ايوه بقى ايوه بقى هو ده الشغل، هو كل شويه نبدا نقلبه كده على كل جوانب لحد ما يبدا اللي هو ايه يظبط معايا وياخد معايا اللون الدهبي. هنا الجبنه الكريمي بنبدا نحط لها صوص، صوص كراميل كده عليها من هنا، وبعد كده بقوم واخد عندي الكريبات تاني يا عمنا اهي، تقوم حاططها كده ماشي كده ايه، لو احنا شلناها كده ايه محشيه من جوه جبنه كريمي والصوصات الجميله بتاعتنا ماشي. بعد كده بنبدا نجيب عندنا فراوله، بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه، ونقوم واخدين الباشا ديت ونبدا ان احنا نلف نضغط كده لازم كل حته اتاكد ليها اتبصمت، فاقلبها على الجوانب كده واظبطها. نجيب طبق ريك ونبدا ان احنا ايه كده رول كده اهو، والصوصات بتاعته بالشكل الجميل ده اهوت، ونقوم نقطع رول هو محتاج ان هو يخش التلاجة شوية ماشي اهو، وبعد كده بنقوم حاطين عليه صوص من فوق، وممكن تديها ايه ايس كريم كده من فوق هيطلع معاكي زي الفل ماشي. ايه هنقدمه بالهنا والشفا، تعالوا بقى نشوف هنعمل بقيه المكونات ازاي بعد ما عملناها وظبطناها واديناها الصوص، ممكن تديها زي ما اتفقنا ايس كريم زي ما حضرتك عايزه. طيب ننقل ده هنا كده بقى، نجيب الباشا ديت عشان هنقطع اللي اتحمص الجامد ده اهو، ده اللي هو بايه بالبطاطس اللي بتكون ده بقى خلاص ناقص الجانب ده
ممكن نقطعها زي الشاورما العربي كده 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 وكده. ده بص بقى اتقطع زي الشاورما العربي كده، حاجة ممتازة قوي. ده اللي هو بيه بالبطاطس وبالجبن. اللي بالكونو اتحمص يا باشا من كل حتة. يبقى عند الطبق نبدأ نقدمهم بالهنا والشفا. الكريبات الحادق والحلو نفس العجينة اللي احنا اشتغلنا بيها، اللي هي كوبايتين اتنين من الدقيق حطيناهم في العجان في الخلاط، اتنين عدد بيض، شوية فانيلا صغيرين. بعد كده حطينا المقادير تنزل قدام حضراتكم، كوبايتين وربع من الدقيق، معلقة كبيرة من النشا، عندي علبة زبادي صغيرة، وبدأنا نحطهم على بعضهم في الخلاط، ومعلقتين اتنين زبدة في الآخر سايحين، وهوب حطيناهم صفيناها، بدأت تطلع معايا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفين. دي المقادير، ومعلقة كبيرة من اللبن البودر ما قلناهاش، فهي موجودة قدام حضرتك اهي في المقادير. مقادير سهلة أوي، في الخلاط نصفي نبدأ نشتغل على طول اهي، نحط على طول هنا فين في المكنة اللي قدام حضرتك ديت اهو. لا انا فرحان باللعبة بس مش اكتر، فاهم ازاي؟ وبكده اهوت نبدأ ان احنا نفرد العصاية الجميلة ديت لحد ما تبدأ ليها ايه تنشف من فوق. حط على ديت عشان كلها تبقى مظبوطه. في ناس بقى بيحطوا كمان بيضه هنا كمان، يعني بيضربوا بيضه كده ويقوموا حاطينها، يفردوا يحطوا الجبن يلفوا. عايزه تعمل الجو ده برضه، انا كنت اعملها لك بس انا بصراحه لقيت العجينه فيها بيضه واحط فيها بيض كمان من فوق فبلاش. طبعا لو عايزه تحط عليها كريمه مثلا لو كاستر ولا حاجه تقدري تعمليها وتبقى زي الفل. طبق دي كده ودي وتقومي حطها كده في الطبق ماشي. وبعد كده بنقوم حاطين عندنا الصوص. بعد كده عمونا وهم واخدين دي ايس كريم فراولة. الله الله حطينا عليها كده من فوق تتقدم بالهنا والشفا كده. نقلب ديت، قلنا بتقلب ازاي كده، بنضغط على الحاجات الفوقية اللي طالعة دي كده، فبالتالي يا فيها هوا، فالهواء ده هيخش فين؟ هيخش تحت على اللي هي ما عملتش فقاقيع، فهتبدا اللي هي تفك لوحدها اهي. تخبيطه كده بسيطه جدا يا بصي، تلاقيها بدات تفك لوحدها خالص، نقوم قلبينها بمنتهى السهوله تطلع معاكي بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. تتعمل ايه بقى؟ ممكن تتعمل زي المكرونه ازاي؟ بص تلف كده 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 اهو ماشي، تتقطع كده برضو تبقى شكلها حلو جدا. الكريب ده سهل ماشي كده زي شراية المكرونة. ناخد ديت ونعملها كده برضو نفس الكلام عمو جمع كده هير، نلف كده
دي لسه سخنه. ايه بس عادي عادي عادي، اقطعها كده زي شرايط المكرونه كده بالظبط، وبعد كده بقوم جايب عندي الطبق. حطه هنا في النص. وبعد كده بقوم جايب عندي اي صوصات عندي. ونقدمها بالهنا والشفا. وممكن احط عليها كمان دلوقتي فواكه، وده اللي هعمله اهوت. اي نوع فاكهه عندي.